السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن افضل طريقة لفتح شهية الرضع والاطفال للاكل. خليكم معانا في البداية، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. الفيديو ده هيتقسم لجزئين، الجزء الاولاني هقول لحضرتك ازاي تعرفي ايه السبب اللي مخلي طفلك شهيته قليله وتتعاملي معاه ازاي عشان تفتحي شهيته، والجزء الثاني هتكلم فيه عن افضل الاطعمه اللي نديها للاطفال وتفتح شهيتهم للاكل. وبالمناسبه الاطعمه دي بتفتح شهيه الطفل للاكل من كميه صغيره، يعني يكفي ان انت تدي للطفل معلقه واحده علشان تشوفي نتيجتها كفاتح شهيه ممتاز جدا. اول حاجه هقول لك سريعا ايه اشهر الحاجات اللي بتسد شهيه الطفل للاكل. اول حاجه ان يكون الطفل عيان، اي نوع من العيا بيسد شهيه الطفل للاكل، وعلى فكره فقدان الشهيه بيستمر بعد العيا من اسبوع لاسبوعين، فلو طفلك بالفعل عيان دلوقتي او كان عيان في خلال اسبوع او اتنين طبيعي شهيته تبقى قليله، والحل هنا ان حضرتك تصبري على الطفل اسبوع او اتنين بعد العيا هتلاقي شهيه الطفل رجعت تاني بقت كويسه. الحاجه الثانيه دي تخص الاطفال الرضع هو التسنين. كتير من الاطفال الرضع لما بيجي يطلع سنه او يطلع درس بيفقد شهيته، والحل هنا برضو ان حضرتك تنتظري على الطفل شويه، الموضوع بياخد من 5 ايام لاسبوع وبعدها الطفل بيرجع لشهيته تاني. الحاجه الثالثه ان الطفل ده نكون بنضغط عليه جامد او بنزعق له او بنضربه علشان ياكل، والحل هنا ان حضرتك تمتنعي عن ده تماما وتشوفي حد تاني يبتدي ياكل الطفل ده. لو حضرتك اللي كنت بتاكليه خلي باباه هو اللي يشارك معاكي وهو اللي ياكله. كمان هنا لازم نغير انواع الاطعمه اللي بتتقدم للطفل، لان الاطفال بيملوا من الطعام بسرعه، فلازم تغيري الانواع وتغيري طريقه طبخك للاكل. الحاجه الرابعه الامساك، من اكتر الحاجات اللي بتخلي الطفل يفقد شهيته ان الطفل ده يكون بيعاني من الامساك لاي سبب، والحل هنا ان حضرتك تروحي للطبيب المعالج يفحص الطفل عشان نعرف ايه سبب الامساك عند الطفل ده وياخد العلاج المناسب لحالته. بمجرد ما عالجنا الامساك شهيه الطفل بتتحسن كتير جدا. الحاجه الخامسه اكل الشارع بكل انواعه. بعض الامهات او الاباء او حتى الاجداد اللي بيشتروا للاطفال من الشارع الشوكولاته او البسكوت او العصاير المعلبه او السناكس، كل الحاجات دي فيها سعرات حراريه عاليه جدا بتحسس الطفل بالشبع على الفاضي وبتخلي الطفل يفقد شهيته، والحل هنا ان احنا نمتنع تماما عن شراء الحاجات دي علشان الطفل يرجع لشهيته مره تانيه. السبب السادس هو مشاهده الطفل للتلفزيون او للموبايل اثناء الاكل، ده بيشتت الطفل وبيخليه مش مركز في الاكل او بيخلي الاكل بالنسبة له مش حاجة اساسية، وبالتالي الطفل ما بيبقاش مهتم بالاكل عموما، وبمرور الوقت الطفل بيفقد شهيته. والحل هنا طفلك لما يجي ياكل لازم يبعد بعيد عن التلفزيون وعن الالعاب، والاطفال اللي تعودوا بالفعل على الحاجات دي لازم نرجع نعودهم من تاني على الصح علشان شهيتهم تبقى كويسة. السبب السابع هو ان الطفل يكون بياخد ادوية بتسبب فقدان الشهية. عندنا مجموعة كبيرة من الادوية بتعمل كده، على رأسها المضادات الحيوية وبعض ادوية البرد. الأدوية دي بتسبب فقدان للشهية، فضروري حضرتك تراجعي الأدوية اللي الطفل بياخدها لو هو فعلا بياخد أدوية، ولو في حاجة منها بتعمل فقدان للشهية ارجعي للطبيب المعالج علشان يغيرها لك علشان شهية الطفل ترجع تاني. ولو العلاج اللي الطفل بياخده ده بياخده فترة مؤقتة وهنوقفه، يبقى حضرتك اصبري شوية في الفترة دي لحد الطفل ما يوقف علاجه وشهيته هترجع مرة تانية للأكل. السبب الثامن هو ان الطفل يبقى متوتر او متضايق لأي سبب، والاسباب هنا كتيرة جدا، اهمها ان يجي طفل جديد في الاسرة. لو اتولد طفل جديد الطفل الاولاني بيحس شوية بالاهمال او بيحس ان في حد تاني بقينا مركزين معاه، لانه شايف ان الام طول الوقت شايلاه وبترضعه. طبعا الام مهتمية بالطفل التاني لانه لسه طفل صغير ومحتاج الرعاية اكبر شوية من الطفل الاولاني. برضو في الحالة دي ضروري جدا الاب يشارك في الموضوع ويحاول على قد ما يقدر يحتوي الطفل التاني، ولازم حضرتك برضو تجيب الطفل ده وتاخديه في حضنك وتطبطبي عليه وتحاولي تقربيه من الطفل الجديد وتفهميه ان انت مهم جدا عندي زي الطفل الجديد. الحاجات دي مهمة جدا علشان الحالة النفسية للطفل. كمان من الاسباب المهمة جدا هو حدوث المشاكل داخل الاسرة باستمرار، او ان يحصل انفصال ما بين الاب والام، او دايما في زعيق وفي مشاكل موجود في البيت. الجو المتوتر بوجه عام بيخلي الطفل هو كمان يتوتر، وده بينعكس على شهية الطفل
وتخلي الطفل ماهوش راضي ياكل. وطبعا فقدان الطفل للرعاية والحنان لأي سبب من الأسباب بيخلي الطفل يفقد شهيته، وبنقعد فترة طويلة جدا علشان نحل المشكلة دي. والحل هنا لازم البيئة اللي الطفل عايش فيها على قد ما تقدر تكون مليانة بالرعاية، مليانة بالحنان. نحاول نبعد الطفل شوية عن أي مشاكل تكون حاصلة، حتى لو في مشاكل ضروري الطفل ما يحسش بيها قدر الإمكان علشان ما تأثرش على حالته النفسية وما تأثرش على شهيته للأكل. السبب التاسع، بعض الأمراض الشائعة جدا عند الرضع والأطفال اللي بتسبب فقدان الشهية، أهمها أنيميا نقص الحديد، وإصابة الطفل بالديدان، وإصابة الطفل بالطفيليات المعوية. التلاتة دول من أشهر الأسباب اللي بيسببوا فقدان شهية عند الرضع والأطفال. والحل هنا أي طفل بيعاني من فقدان الشهية، كفحص مبدئي بنعمله تحليل صورة دم كاملة، وتحليل مخزون حديد بالدم، وتحليل براز كامل. هنا هنعرف الطفل ده عنده أنيميا ناقصة حديد ولا لأ، وهنعرف إذا كان عنده ديدان أو طفيليات ولا لأ. في حالة وجود أي سبب من دول، بمجرد ما بنعالج الطفل بالشكل الصحيح شهيته بترجع للأكل كويس جدا. السبب العاشر وآخر سبب معانا هو إن الطفل يكون بيعاني من أي مرض مزمن. الأمراض المزمنة معناها المرض اللي بيقعد مع الطفل فترات طويلة. الأمراض المزمنة زي حساسية الصدر، زي أمراض السكر، زي أمراض القلب أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد، أو أي مرض مزمن ملازم للطفل لفترة طويلة. الأمراض المزمنة بوجه عام بتخلي الطفل يفقد شهيته للأكل. والحل هنا ان احنا نعالج المشكلة الاساسية عند الطفل بشكل صحيح، ده هيحسن شهية الطفل بشكل اكبر. ده كده كان الجزء الاولاني من الفيديو. نيجي للجزء الثاني، افضل الاطعمة اللي بتزود شهية الاطفال هو زبدة الفول السوداني، لكن هنا نختار الفول السوداني بعناية، لان انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، ان الفول السوداني احد الاطعمة اللي ممكن يصاب بنوع من الفطريات بيفرز مادة الأفلاتوكسين، ودي مادة ممكن تسبب سرطان الكبد. علشان كده لازم نختار الفول السوداني الكويس جدا علشان نضمن خلوه تماما من المواد دي. وانا كنت عامل فيديو بالتفصيل اتكلمت فيه ازاي نختار الفول السوداني يبقى صحيح ويبقى بعيد تماما عن الحاجات دي. هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. حضرتك يفضل تشتري الفول السوداني بنفسك وتحضري زبدة الفول السوداني في البيت. يكفي ان حضرتك تدي زبدة الفول السوداني للطفل مرة واحدة في اليوم، ويفضل ان انت تديها للطفل لوحدها، يعني ما تبقاش مع الاكل، ياخدها لوحدها، وبعد ساعة او بعد ساعتين يبتدى الطفل ياكل الاكل بتاعه. لو داومتي على اعطائها للطفل هتحسن شهيته كتير جدا، وكمان هتزود وزنه بشكل صحي، لانها غنية جدا بالبروتينات وكمان غنية بالفيتامينات تاني حاجة هو الجزر. والجزر تقدري تقدميه للطفل بطرق كتيرة جدا. لو طفل رضيع ممكن تسلقيه وتهرسيه كويس وتديه للطفل، ممكن تعمليه عصير وتديه للطفل، ولو ده طفل كبير ممكن تقطعي شرايح الجزر صغيرة خالص وتديها للطفل ياكل منها. برضو الطفل هنا محتاج كميات قليلة، لان هنا في امهات دايما بيقولوا انت يا دكتور بتقول لنا على اطعمة بتفتح الشهية، وهو الطفل اصلا شهيته مسدودة مش بياكل. هنا انا مش بطلب من حضرتك ان انت تديله كميات كبيرة، انا بطلب من حضرتك تديله شريحة جزر او اتنين، او معلقة من الجزر المهروس، او معلقة من زبدة الفول السوداني. حضرتك قدميها للطفل في اي وقت من اليوم وكميات صغيرة جدا، ما احناش محتاجين لوجبة كاملة. داومي على الحاجات دي هتزود شهية الطفل. الحاجة التالتة هو الزبادي او الياجورت. الحاجة الرابعة هو الافوكادو. ثمار الافوكادو ممتازة جدا في فتح شهية الاطفال لو كانت متوفرة في الدولة اللي انت موجودة فيها. اخر حاجة عندنا مشروبين ممتازين جدا في فتح شهية الاطفال. اول مشروب هو اليانسون، وده نقدر نديه للاطفال الرضع من بعد بداية اطعام الطفل، لكن ما نزودش عن 30 ملي، وكفايه نديه للطفل مره واحده في اليوم، وبلاش نزود في الاسبوع عن مرتين او ثلاثه. المشروب الثاني هو مشروب الحلبه. كلكم عارفين مشروب الحلبه فاتح شهيه قوي جدا، لكن مشروب الحلبه غير مفضل نديه للاطفال الا بعد عمر سنتين. ما ينفعش نديه للاطفال قبل عمر سنتين لاسباب كتيره هيطول شرحها. فحضرتك لو عندك طفل عمره اكبر من سنتين تقدري تقدمي مشروب الحلبه برضه 30 ملي مره واحده في اليوم، مرتين او ثلاثه في الاسبوع، هتلاقي شهيه الطفل بقت ممتازه جدا. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.